السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همسة صباحية كده، يعني قلت أخش أعمل لكم بث مباشر. نتكلم فيه على موضوع مهم صراحة، تم طرحه من يومين وعمالة بقالي يومين بتكلم فيه مع البنات، بس حبيت طبعا إن أنا يعني أأصله بشوية حاجات. هو احنا ليه يا جماعة، وده السؤال يعني كل واحد يسأل نفسه كده، احنا ليه بنيأس الناس من ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه بنيأس الناس من اي بادرة امل او اي بادرة خير موجودة؟ وعليكم السلام. صباح الطاعة، صباح الطاعة والاذكار اهم حاجة. انا بزعل جدا جدا لما الاقي ناس، وناس كبار على فكره، يعني ناس كبار في السن والمفروض انهم ناس على قدر من الثقافه والعلم، يمسكوا البنات اللي لسه صغيرين، مش صغيرين يعني، اللي في جامعه اولى جامعه او تانية، او حتى اللي خلصت ولسه ها بتقول انا يعني هو داخله على الحياه وعلى الدنيا، نبص نلاقي الناس بيأسوهم، وبس روح اليأس وفقد الامل ويعني هتعملوا ايه، واللي كان تعملوه غيركم كان عملوا حاجات كده من هذا القبيل. يعني الواحد صراحة بيزعل من الحاجات دي. يعني اصلا لو انا يعني قلنا من احاديث بس الامل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين العمل تحت ضغط وبس الامل، اول حاجة ان كان في يده فسيلة يا ما بتقوم، بس انت في ايدك فسيلة دلوقتي فليغرسها. يعني انا عن نفسي لما اجي افكر بطريقه عقلانيه مثلا، طب ما القيامه بتقوم، يعني ايه اللي هينفعني من الزرعه اللي انا هزرعها؟ لكن لا، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرها انك تموت غدا. ففكره بقى ان انا اقعد اياس البنات، وخصوصا حبايبي اللي لسه متخرجين ولسه مقبلين على امر جامعه او امر دراسه، اقعد اياس فيهم، ده على الجانب الدنيوي. فما بالك بقى الجانب الاخروي، اللي احنا اصلا يعني عايشين في الدنيا علشان خاطر بس رضا ربنا، وان احنا خلاص هانت كلها حاجات بسيطه ونطلع الجنه يعني ان شاء الله يا رب احنا واياكم، كل يقولوا امين، قولوا امين. فجاه يأس من توبه او من امر، حتى لو عملوا الكبائر. يعني انا عايز اعرف، يعني هو احنا معانا سك غفران ده داخل الجنه وده داخل، وانت مش نافع، مين اللي قال الكلام ده؟ ما يعملوا الكبائر، استغفر الله يعني، لكن طالما هيتوبوا وينتهوا وما يصروش على الامر، ليه نيأس الناس؟ ليه ابعدهم عن ربنا بدافع صحيح؟ احنا مطالبين ان احنا نعبد ربنا بجناحي الخوف والرجاء، لكن ليه دايما صيغه لا ده دول استحاله؟ طب يا جماعه، ما كانوا بيقولوا لو اسلم حمار عمر لاسلم عمر يعني. وكان استبعاد اسلام سيدنا عمر بن الخطاب ده كان يقول لك لا، ده لو اسلم حماره كان هو اسلم، ده دليل يعني ناس كانت يائسه تماما، ومع ذلك بقى من العشر المبشرين بالجنه وهو يعني عمر. فانا يعني انا بناشد الناس، احنا بلاش نصدر احكام على الاخرين، وبلاش نقعد ينقس الناس، لا ده ما انتش، ده ربنا مش هيقبل. مين اللي قال ان ربنا مش هيقبل توبته؟ مين اللي قال؟ ليه افترض سوء الظن يعني؟ ما ده برضو، ما دي سوء في العقيده يا جماعه، ما ده خطا في العقيده، وسوء ظن في الله دي يعني عيب عيب عيب، لما انا يعني اقعد اتاله كده في الاحكام واقول لا ده نافع وده مش نافع. يعني انا معرفش، ما انا ماليش دعوه بالاضاءه دلوقتي، ما حدش يكلمني اضاءه ايه، ولا بكلمكم في الشمس وما فيش اي حاجه، فيعني ايه، احمدوا ربنا ان انا طلع لكم بس يعني. فانا نفسي الناس اللي تيجي تتكلم، سواء فئه الشباب اللي طالعه، يعني ما تخضهمش، حفزوهم، كلموهم عن ربنا سبحانه وتعالى، كلموهم عن الامل، كلموهم ان انت تقدر ان شاء الله، سبحانك يا رب ما يعمل، ما يتوب. طب ما هو اصله عمل، ما يعمل يعني هو بايدك عمل وعايز يرجع لطريق ربنا، ما يرجع لطريق ربنا. لا اصل استحاله، مين بقى اللي قال كده؟ ها يعني احنا لا 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 بتعسنا قضاء على الناس، ولا بتوع اصدار احكام، ولا الكلام ده. فاحنا ليه نصدر، ليه نيأس الناس؟ اما تيجي بنت عندها امل وطموح وعندها هويه ومش عارفه وعزيمه وحماس وخلاص، يعني هتعملي ايه؟ ما غيرك كان عمل، انتوا اخركم البيت، يعني ليه كده؟ انا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نبطل الامر ده، ونبطل قصة موضوع انتوا ما انتوش نافعين، انتوا اخركم ايه، انتوا شايفين انتوا جايين اصلا في جيل، انتوا جايين في زمن. طب هما ذنبهم ايه؟ طيب
يعني الناس دي ذنبها ايه؟ وبرضه ما هو برضه ده راجع للتربيه. انا عماله اقول هي ليه الناس دي كده مع انهم كبار، بقول لكم ناس مثقفه يعني، ليه يعني ليه الناس، ليه الناس بتقول كده؟ راجع للتربيه. هو انا كأم لما اجي اياس عيلي من صغره، يعني انت هتعمل، انت طالع لاهلك، مش دي الكلمه اللي بتتقال؟ يا عم روح اخرك ايه كذا وبتاع، او هتروح يلا خد مش عارفه كليتك واطلع خد جيشك وخلاص وخلص ليه؟ ما هي برضو بتبتدي من كده. عامه يعني انا ادعو الله سبحانه وتعالى في اول واخر ان احنا نبث روح الامل، ومهما بيحصل حوالينا من مآسي ومهما تبقى الدنيا كده، الله سبحانه وتعالى مقدر لواحد، كل ميسر لما خلق له، فالله سبحانه وتعالى مقدر لكل واحد عمل معين، وربنا حطك في المكان ده تعمله وانت انجز. لكن ابقى على المستوى العملي ومستوى الدنيا ما انتوش نافعين واخركم ايه، وعلى المستوى الديني لا ما انتش نافع وخلاص ما مالكش توبه، يعني مين قال الكلام ده؟ ادعو الله سبحانه وتعالى. ولا دي دين على فكره، ده مش من ديننا، من ديننا بس الامل، وان شاء الله ان الخير قادم، المهم افعل اعمل خد خطوه، ما تبقاش زي الميه الراكده، كل الكلام ده مهم. لكن اياس الناس هو ده اللي غلط. يعني ارجو الامهات تنتبه لحاجه زي كده مع اولادها، ولو في حد يعني عنده اولاد في فتره طالع حتى فتره 18 19 لا يعني حفزوهم يا جماعه، حفزوهم ويعني اقول ايه، بس اقول دوم بذره امل بسيطه وحسن ظن في الله، طالما باخد بالاسباب. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، ان شاء الله نوفيكم باحداث اليوم بقى بعد انتهائه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.